لامين حاميه ده مسجل. انا من وجهه نظري ان محمد لامين حاميه هو مفتاح لعب نادي الشباب. هيلعب ناحيه الثورة. محمد هاني بيلعب ناحيه محمد هاني وفي اكتر الوقت هو بيلعب طبعا ناحيه الوينج، لكن في اكتر الوقت تلاقيه داخل بياخد الكوره وبيخش لجوه كتير كصانع العاب. كصانع العاب بيدخل. فبالتالي دي لو انت بتلعب فرقه مش النادي الاهلي، فرقه خبرتها قليله، سهل جدا ان انت تضحك عليهم طبعا. خلي بالك ان هم كل جوانهم او كل اهدافهم بالطريقه دي، ان هو بيخش لجوه واحد ويفضي المكان، فالباك رايت بيضطر يخش معاه لجوه فبيسيب المكان بتاعه ناحيه اليمين فاضي فبيتلعب له الناحيه الثانيه، تتلعب له تاني يحط كوره يجيب جون على طول. فمن من اهم اللعيبه من وجهه نظري في هو مفتاح اللعب لان هو كمان مش سريع، هو من اللعيبه اللي عامله زي مثلا عبد الله السعيد كده. أيوة اللي هو اللعيب اللي هو بيخش للعمق كده، فالراجل بيوظفه كجناح يخش جوه ما بين الخطوط يديك التمريره الطوليه او يسدد. محمد الامين حاميه هو هدفهم طبعا، اتكلمنا على اماكن التسديد بتاعه ضربات الجزاء ان هو مميز قوي بضربات الاربع اهداف اللي جابهم في البطوله من ضربات جزاء. نعم. تاني حاجه ده تاني اكتر لاعب صانع فرص بعد زيري حمار، يعني زيري حمار كان عامل 10 ناحيه اليمين، الراجل ده عامل 7. اكتر لاعب بيحصل حضرتك اتكلمت ان هو مهاري، اكتر لاعب بياخد اخطاء يعني بيفوت في واحد على واحد وبالتالي حصل على 24 خطا، وادي المقارنه معانا ما بينه وما بين ناصر ماهر. ده صانع الالعاب محمد الامين حاميه بدليل ان انت عامل المقارنه بينه وبين ناصر ماهر، رغم ده جناح وده بيلعب لا ده عشان الاثنين يستايل واحد، الاثنين كصناع العاب عليك ستايل واحد. ده طبعا جايب 4 تجوان بس جونين في دور المجموعات بس، وعامل اسيست ناصر اسيست وجون في دور المجموعات، صانع 7 فرص محمد الامين حاميه. ايوه راح على الجون 9 محاولات، ناصر عامل 3 وعامل 4 محاولات على المرمى. المراوغات الناجحه لمحمد الامين حاميه 9 وناصر 3. طبعا يعني محمد الامين حاميه لعيب مهم جدا ولازم يتمسك بشكل كويس، محمد هاني يخلي باله منه جدا، وطبعا الجناح اللي امام محمد هاني دي يمكن ابرز 3 لعيبه. اللاعب الرابع برضه مثيله مرياح اللي هو الارتكاز، هو عمرو السوليه بتاع الفرقه الثانيه. يعني احنا عندنا عمرو السوليه